عاجبني دوركم ونشاطكم في اتحاد الطلاب. ذا العالم الطلاب هم بنات المجتمع، لأني إنسان اللي متمدن ومتنظم منضبط لا يقسم أوقاته على ثلاثة، تعلمه وتعليمه هو والأعمال التطوعية وأوقات الفراغ يعود عنده فيهم شيء اللي أحسن بعد فيه يعود عند الرياضة. جامعات يعد فيها جمعيات تطوعية كبيرة، طبعا هي لا تجتهد أولا الطالب على دور تنجح، خالقين وحدات دور يقرأ ودايك ينجحوا، خالقين وحدات أكثر اجتهاد يدوروا يفهموا أولا ذا ويتكونوا وينجحوا بدي دوروا مستقبل يعتمدوا على أنفسهم. يهمني حتى نشوف جمعيات تطوعية شبابية تعمل في مجالات عدة، مجالات اجتماعية لما لا اقتصادية لما لا سياسية.